دير من نص من الاخر. علم لينا داك علم عزيز علم لينا داك الستيلو. السلام عليكم. نعم عسير عسير انا معاك. هيا ارى لي عندك 400 هنايا القلقاع واللوز والتمر وكوكا وزيد شنو اخر؟ اللوز التمر هالكوكا عليك هذا الفين وخمسمائة. إذن مرحبا بكم مرة أخرى لكل متتبعي شوف تي في على المباشر. إذن دائما من الدار البيضاء العاصمة الاقتصادية وأكبر مدينة في المغرب باش نشوفوا الأجواء ديال عاشوراء. هاد يعني المناسبة اللي كيحتفلوا بها المغاربة وعندها طقوس خاصة. إذن حاليا كنتواجدوا في حمالة الحي المحمدي وعند هاد السيد هذا اللي بائع الفواكه الجافة القرقاع التمر اللوز. عنده بزاف ديال الحاجات وكنشوفوا يعني عنده اقبال كبير تبارك الله من طرف المغاربه وخصوصا من طرف هاد الناس اللي ساكنين هنايا. حنا جينا باش نديروا التغطيه الاعلاميه يعني لهذا الشخص هذا اللي متخصص في هاد بيع هاد التمر وهاد الفواكه الجافه ونسولوا كذلك على الاقبال والتعامل ديالو مع المغاربه بهاد المناسبة مناسبة عاشوراء. إذا كنذكر بأننا كنتواجدوا في عمالة الحي المحمدي كيف ما كتشوفوا تبارك الله يعني كاين إقبال كبير. السيد كيعبر يعني مع الناس كاين معاملة جميلة تبارك الله. قبل ما نطلقوا اللايف يعني واحد الكلام حلو واحد المعاملة زوينة تبارك الله باش كيجبد أنه يجبد الكليان وبقاو أوفياء ليه وكان يعني في طريق واحد آخر يعني كان في بلاصة واحدة أخرى وتحول هنا ورغم ذلك كاين كليان اللي تبارك الله تابعينه ووافيين ليه. اذا نتعرفوا على هذا السيد هذا وكذلك على الاقبال ديالو لهاد الحرفه والاقبال ديال الناس يعني لشراء هاد الفواكه الجافه بمناسبه عاشوراء. تفضل سيدي. اذا كيف ما كتشوفوا تبارك الله راه مشغول بزاف لانه كاين اقبال على الناس يعني كل واحد وشنو اللي باغي باش يفرح الوليدات ديالو وباش يفرح عائلته ما شاء الله لانه طقوس خاصه بعاشوراء. فما كتحلاش عاشوراء بلا تمر بلا شريحه بلا لوز بلا قرقاع بلا زبيب بلا يعني الذره المحمره بلا حمص. تبارك الله هادشي الخيرات ديال بلادنا هادشي هو اللي كاين في المغرب. اذا الكومنتيرات تاجر صدوق ما شاء الله يعني حتى الناس اللي اوفياء ليه داخلين كيتفرجوا معامله جميله ما شاء الله وكذلك الوليد حتى هو كيساعدوا كل واحد واشنو باغي باش يفرح العائله ديالو نجمعوا كذلك يعني بمناسبه عاشوراء كل واحد والتقاليد ديالو فكتبقى يعني تقاليد مغربيه جميله ما شاء الله ومعروف بها المغرب وحنا كعرب خصوصا في هذا البلد ديالنا يعني ما شاء الله كنجمعوا بيناتنا وكنفرقوا هاد الحليوات وهاد القرقاع وهاد التمر وهاد الخيرات ديال البلاد كامله ما شاء الله وكنضحكوا وكننشطوا وكيف ما كتسمعوا التعارج ها هما الناس مجموعين ما شاء الله وكيحتفلوا وهذا الشيء زوين تبارك الله. غادي نمشيو نضربوا واحد الدويره صغيره ورجعوا عند هاد السيد هذا. إذا ما هانتوما ما شاء الله كيف ما كتشوفوا معايا الإقبال ديال هاد الناس هادو وفرحانين بأننا نديروا لهم التغطية الإعلامية وأنا نوصلوا هاد التقاليد ديالنا الجميلة المغربية بالتعارج ديالنا يعني التعريجة كتبقى في التراث كذلك على مختلف الأشكال ديالها وعلى مختلف يعني الأحجام ديالها وعلى مختلف يعني كيفاش كيزوقوها وكيف ما كتشوفوا يعني ما شاء الله كاين مجموعه ديال الطعارج كذلك بالالوان ديالها والاحجام ومختلف الاختلافات. هانتوما اصغر طعريجه هانتوما يعني الطعارج اللي كاينين هنايا كل
واحد كياخذ على جهده، كل واحد كياخذ على ذوقه، كل واحد كيفرح وليداتو وكيتجمع هو والعائله ديالو بداك الشيء اللي قص الله وبداك الشيء اللي هو موالف انه يحتفل به. هذا هما تقاليدنا، هذا هو المغرب اللي بغينا اننا نشوفوه، يعني مورا الجائحه وكذلك يعني تحلوا العراسات وكاين واحد الفرحه كتنسي الهموم وكتنسي يعني المختلف ديال الحوايج اللي كدوزوا منها الناس في الحوايج اللي خايبه. فبالتالي كنشوفوا يعني الفرحه على المباشر مشاهدينا الكرام، كنشوفوا هذه الفرحه اللي باغاها انها تعم بالمغرب ديالنا وتكون هذه الليله ان شاء الله نلقاوها لقاو هاد الليلة ما شاء الله انها ليلة ديال الفرحة وليلة ديال انه يتجمعوا المغاربة كيف ما التقاليد ديالنا النقية الزوينة انهم يغنيو ويفرحوا ويتقاسموا كل حاجة زوينة. فما بغيناش اليوم انا نخرجوا في تغطيات لا قدر الله اللي هي خيبة وشي حاجة ما شاء الله اللي لا ربما ان شاء الله تكون شي حاجة اللي زوينة اللي غادي نفرحوا بها وكذلك اللي غادي نبارطاجيوها يشوفونا الدول الاخرين باننا فرحانين بهاد التقاليد ديالنا بهاد الشيء اللي معروفين به المغاربة الحرار وباننا نكونوا كذلك قدوة لبزاف ديال الدول وبزاف ديال الناس وحدين اخرين. رجعنا كذلك عند هاد السيد هذا مول الفواكه الجافة، كنشوفوا بانه ما شاء الله يعني مازال عنده اقبال كبير للناس. ودخل معاه كذلك يعني السيد واحد اخر، فغادي نحاول انا ناخذوا كلمة ديالو، اننا نسرقوا كلمة في هذا الوقت ديالو، رغم انه تبارك الله كنشوفوا انه يعني عليه اقبال كبير ويدوس يعني سبحان الله ما كتساليش انه طلب مورا طلب. نحاولوا اننا نتسناو واحد شي باش ناخذوا من عنده الكلمه بخصوص هاد المناسبه، مناسبه عاشوراء اللي معروفه بها المغاربه ومختلف الطقوس ديالها الجميله اللي معروفه عند المغاربه. اذا غادي ناخذوا الكلمه ديالو حالا. شوفوا كذلك الطلب ديال الناس على هاد المواد الموجه فافا على التمار على يعني على القرقاع وهذا الشيء هذا كامل. اذا تفضل سيدي، كنشكروك وكذلك كنشكروا مشاهدينا الكرام اللي بقاو معنا في هذا البث المباشر. كيف ما كتشوفوا تبارك الله يعني مختلف ديال الفواكه الجافه واقبال ديال الناس اللي ما قدرناش اننا ناخذهم لانهم ماشي من حقنا اننا ناخذهم يعني في الصوره، لكن غادي نسالي لكم كذلك بهاد طارج الزوينه وبهاد الحفل يعني والاجواء الزوينه اللي عشناها غير قبيلات. كنتمنى لكل مغاربه الصحه والسلامه وطولة العمر وكذلك انه ربي يدوز علينا الافراح والمسرات ويدومها علينا ويبقى مغربنا في سلم وسلام ونعيشوا كذلك فرحانين. الى هنا مشاهدينا الكرام غادي نسالي معكم هذا البث المباشر على امل اننا نتلاقاو بث مباشر اخر. تبقاو على خير، مع السلامه.